والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا مليون، يا هلا والله في حلقة جديدة من كرافت ذا وورلد. هاي الحلقة هاي خلاص مليت، لازم اضارب الزعيم اللي تحت، لازم اضاربه. فقمت انتج من هايل، والحين ببدل الوريرز مالي بسيوف قوية. انا احس انه ما بيكفي، لكن ان شاء الله بنعقه، ان شاء الله راح نعقعق. لا هذا ميج، احس اني اعطيت فيه حد غلط، اعطيته سلاح غلط. بس اللي ابغى اسويه اشوف الورير بوك على كم. لحظه، ورير بوك على كم سعره؟ ولا هني بيكون هني صح؟ ايوه 2 جولدز، فيري نايس. انا محتاج 1 2 3 4 5 6 7 8 احتياطا. اوكي سوي هني بورتل، خلهم يشلون كتب. ابغى يشلون كتب، وفي حديد هني. بنشل العقب، بنشل العقب، ما في مشكله. بعد بحب كل شيء قدام، بحب كل شيء مرة واحدة. دربكم شلوا الشير كله، هذا نظف المكان يعني. انزين خلنا نشوف الحين هاي الربع. لحظة انا عندي جوتي زيادة، انا متأكد هذا هو. اوكي عندنا اول واحد ارشر، ارشر لازم يكون عنده مهنة ثانية، عنده لونج بو، عنده كل شيء. بس شو يكون عنده بعد؟ مشكلة ينبر سومر ميلرز بوك، عنا ميلينج نحن يوز، ما نبغى ميج. كاربتنر لازم يكون عندنا كاربتنر، هذا استوى عند ثلاث مهن، هذا كاربتنر وميج اصلا سوينا ميج. نبغى يسوي سميثينج. دورثي شو بنسوي بها؟ هي وورير، بنعطيها كوك تطبخ، بنعطيها فشر. هذا لازم ننوع المهنة الحين. هذا تيرن بنسويه وورير لان عنده سيف الحين، ونبغى بعد تقدر تسوي لوجنج، فيري نايس. هذا ارشر، يعني هذا سلاح كامل غلط اصلا. زين لازم نعطيك لونج بو، احنا لازم نعدل كل شيء. بنعطيه ماينر بوك، اعطيه كوك بعد، خليه يطبخ مو مشكله. ويسوي سومر، زين شو اسوي فيك سومر؟ مو منك فايده. شوفوا لها سبب، السكيل وايد يفرق في الدمج ترى. خلنا نسوي حد ثاني عندنا بعد، خليك الامبر بارع في التسلق. انت ميج، الميج بنعطيك كاربتنر وبس. الوورير اوريدي سميث، سميث جامد شكله بعد. فكادنا كدنا كوك، ابو اكثرهم يعرفون يطبخون، ما بالكوك يوقف، اذا حد فاضي يروح يطبخ. هذا مبونا وورير، ميت وورير، هذه كوك نباها وورير. شوفوا وورير بوك، نعطيها شو سلاح وورير. ممكن بعد تكون ميلر في نفس الوقت، ميلر از نايس. هذا فشر، نبا يكون وورير محارب، ونعطيها سيف عدل. زين وغير الوورير شو بيسوي؟ خلى سومر يعرف يسبح، المفروض الفشر اخليه سومر الصراحة. هاي بعد وريال، لكن ما عندي سلاح قوة الحين، من اظني بعده قاعد يصنعونه. ممكن سلاح واحد، لحظة داري صنع سلاح ولا واشوف الكرافت ليست. انا ما خليتهم يسوي سلاح، يلا اخذكم موجود يسوي زيادة، بس زيادة عادي ما يضر، مو مشكلة، حد يموت حد شيء. وبدلت انا هنا شوي قطع، شو كملت اللي ذراني يمين يسار. كت نزير كل وين السيف؟ ما سوى سيف هنا، استوى دفاع من الخاطر. شوفوا 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 الفرق، شوف الحين الفرق، شوف توحش كفو، شير فيه مسلحين دوار سومالي.
والله عليهم لعيبة. روح كثير هيك. أنا الصراحة أشوف أداء ممتاز. أداء مش ممتاز اللي بعده. خذينا على الويب. ما نقدر على البوس اللي تحت. خلاص. خلاص. إنه الحق. رائع القطو. رائع بعدي. قطو. عادي القطو. شوفوا. سيلبريشن. احتفال. يستاهلون. يستاهلون احتفال ويقصون ديل الخروف. مو زين. كفو. كفو عليهم دوار فيه مالي. كفو. نعم انها الحرب والزعيم. نعم. المشروع ناجح الصراحة احس كوب. الحين جاهزة بعد ما استوى الهجوم. هذا خلنا نبدل لها. بس ابغاهم يفولون اتش بي يريحون كلهم. من يفولون؟ ودع هريرة. فان الركبة مرتحلة وتطيق وذا رجله. الحين مين يريحون شوي؟ زين اني مو هجمت قبل البورتل بشوي كنت بتلعبز والله. بس هذاك ترى عادي يكون اقوى من البورتل. ها الزعيم ترى مجرم صاحي مو بصاحي الزعيم. شوف عندي 999 ما ادري اسمه هذا ارض قدرت مو منه فايده. خلنا نسوي لهم دميز. لحظة برشوت لا ترينينج دمي هذا. يبويت يبويت. انا بأهجم على هذا خلاص. الهجوم على الوحش. بنفتح. بنحتاج شوي شغلات حق الحرب هاي. عندي احساس سيء. احتاج هورن. واحتاج فاير بول. زين تعالوا هنا افتح لكم بورتل كلكم تعالوا بين معهم هنا. اعرف 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 عندكم شغل اعرف. تعالوا وينكم؟ تعالوا تحت كلكم. اظنك المفروض تريا. هاي حرب بتكون صعبة ترى مو بتكون سهلة. اوه حشروه في زاوية عادي. ما يقدرون يضارون يعني. بشل السامان اللي هني كله كامل. ما في بورتل هني على فكرة للأسف. ما في بوابة البورتل. ترى اللعبة عساس ننتقل للمرحلة بعدها لازم نفتح بوابة بورتل وما عندنا. للأسف. الحين ما في إلا نستكشف المنطقة هاي. لحظة. ما في إلا إننا نحن. بخمس ذهب كامل بعد في الدربي عادي. عندي سكافولدنج لوست واي شيء ما في مشكله. بس هني بعرف شو السالفه. خلينا نحط هذا هني. سمر بوك از جود. عندي دراي 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 دراي. اوه هني بيكون اليوم حرب. اليوم حرب طاحنه. بطول الحلقه شوي شكلها. شكلها حرب هاي بتكون اليوم. ما في رحمة. اليوم ما في رحمة. اليوم حرب يعني حرب. واللي يستوي يستوي. مشكلتهم. ترينك دمي شو كان ناقصني ويت؟ ما يبوا لي ويت الجماعة ولا شو؟ كل هذا ويت عندي ما يكفي. كل هالويت وما يكفي شو؟ خليهم يهدون كل اشغالهم بس حق الحرب. ما في
كرافت مثل سورت يا حبيبي يا حبيبي من الورير دورتي لو اتش في موبا بس ال عندي جوتي عندي جوتي حديد بعد حصلنا من الحرب هناك مشكلة أباهم يتعالجون تيرين فنان فول اتش بي حطي له جوتي شوف 45 يا حبيبي على 45 دمج يا حبيبي يا حبيبي 45 دمج انت لازم 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 ها عقب بنشل هذا كله عقب بشيل لك اللي بشوف سالفته الحين ما بتشوف عقب بتشوف الحين ابا هاي اللي يزعقونه هاي اللي عن خيرهم تعالوا تعالوا عندي سامان الحرب جاهز تعالوا تعالوا انها الحرب انها الحرب روح روح تروهم هاي الحرب هاي بوابة بورتر اظني كانت لا والله مش بوابة بورتر ريموف كونستراكشن خلاص ايش عايبني شله حطيه في بيتي شو شو يا حبيبي ايش عايبني شله ايوه هذا فنان اوف اوف ساعة لين شله يطول هذا تمثال شله شل كل شيء كل شيء كل كل شيء كل شيء كله يتحول حصى حديد باب حديد لنا عجيب ها شو عنده هودي لحظه ما طاح لي سمن من هاي التعبانين بس اما المثرل سور الصراحه اقوى اقوى سور ترى المثرل اقوى شيء شوفوا حرب طاحنة اليوم شوفوا اخر شيء اقوى شيء الحين ما بشيل هاي الكلام برايا استوعب ظني عندي حديد اصلا انا كان عندي فقر حديد 16 ستيل وعندي 25 حديد دايفنج ما نبغى الحين بحط لهم شغلات اضافيه ترى اللي عندي يشتغلون بحطي لهم شغلات الجانبية اللي عندي اللي هاي الاكسر اوف ابليتريشن كوز فورجيت تو او لا لا مو هاي سوي ريست حق الدوارف خلا يكون عندهم شيء زيادة ما اعرف ها ميلر انا لازم اسوي لهم سمان حكم مخصص حكم ما ينفع كذي ما ينفع هذا نزيد كاربتنر سكيل يعني هذا كارفتنر بنعطيه هذا كوك نعطيه خاشوقة هذا فشر ما عندنا شيء حقه ما كوك ما عندنا شيء حقه عندي كارفتنر ثاني هذا هو انت دام كنت تعرف تسوي بس تعرف ميجن تسوي كسومر اسبح سباح هاي كانت الحرب الطاحنة لهاي الحلقة وبتخلص الحلقة هني اشكركم جميعا على المتابعة واتمنى تكون عجبتكم السلسلة لا تنسون شير لايك سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته